في الجزء الثاني من اغرب وارعب الفيديوهات اللي شافتها كاميرات المراقبة، مش هتصدق الناس دي عملت ايه. ازيكم يا جماعة؟ انتوا عارفين ان احنا عملنا فيديو عن الموضوع ده قبل كده، وانا الصراحة ما كنتش ناوي اعمل جزء تاني، بس جالي كمية كومنتات منكم بتطلب اني اعمل فيديو تاني عن ارعب حاجات شافتها كاميرات المراقبة، وانا الصراحة لازم انفذ كل طلباتكم. فكالعادة انا مش هطول عليكم، ولكن عندي طلبين عشان ندخل في الاجواء دي مع بعض، والطلبين دول انكم تطفوا النور وتحطوا السماعات، ويلا بينا نبدأ في القصة. ستيفن بيرسات كان راجل عنده 61 سنة وعايش في انجلترا، بس للأسف كان عنده مرض اسمه باركنسونز، وعشان كده ما كانش بيعرف يمشي، وكانت قريبته هي اللي بترعاه وبتعدي عليه كل اسبوع عشان تشوفه وتشوف الدنيا عاملة ازاي. بس المشكلة تيجي في ان الشخص اللي كان عايش جنبه كان واحد عاطل عن العمل واسمه ستيفن جروفز، ومع ان كان بقالهم فترة ساكنين جنب بعض بدون اي مشاكل، مع الوقت تصرفات جروف بقت غريبة جدا، وانتوا اكيد مش فاهمين دلوقتي انا قصدي ايه، بس اول لما تشوفوا الفيديو اللي انا هوريه لكم دلوقتي هتفهموا. انا الصراحة قلت بعد ما شفت الفيديو ده ان اكيد ما بينهم مشكلة او حصلت خناقة مثلا، بس في الواقع لا، هو ما كانش فيه اي مشاكل بينهم خالص، وكل يوم الراجل ده كان بيجي وبيبوظ حاجات ستيفن، مرة يلون الكاميرا بقلم اسود، ومرة تانية يجيب مقشة ويبتدي يخبط الكاميرا، وكان مرات بيحاول يشيل الإقفال على الباب، ومن هنا ستيفن ابتدى يقلق من فكرة انه يدخل عليه البيت، عشان ساعتها مش هيعرف يتصرف ومش هيبقى عارف الشخص ده ممكن يعمل فيه ايه، فقرر يقول لقريبته على اللي بيحصل، وساعتها عملوا بلاغ بعدم تعرض، بس البلاغ ده ما جابش نتيجة، وستيفن فضل عايش في الرعب ده لمدة سنتين، وفي خلال المدة دي تصرفات جروف كانت عمالة تبقى أعنف كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله، وساعتها ستيفن وقريبته قرروا ان هم يبلغوا البوليس تاني، وكانوا شايفين ان المرة دي لازم جروف يتحبس بسبب اللي بيعمله ده، وفعلا لما البوليس اتكلم مع جروف اعترف ان هو بيعمل الكلام ده فعلا، بس لما ابتدوا يدوروا وراه اكتر اكتشفوا ان ستيفن مش الضحية الوحيدة ليه، ده في تلاتة كمان جروف عمل معاهم نفس الحاجات دي، وساعتها اتحكم عليه بحظر تجول لمدة 12 اسبوع، وهيكون تحت المراقبة لمدة 20 يوم كمان، ده غير ان هو هيدفع 120 جنيه استرليني لكل الاضرار اللي عملها لستيفن ولجيرانه اللي قبل كده، والفكرة برضو ان هو مطلعش بيتعاطى حاجة، هو فعلا بيعمل كده بدون اي سبب خالص، والارعب برضو ان بعد ما المشاكل دي كلها هديت جروف مرة واحدة اختفى ومشي من الشقة، ولغاية دلوقتي ما نعرفش هو فين دلوقتي. بس انا هنا عايز اسألكم سؤال، مش ممكن يكون هو كان بيعمل كده عشان كان خايف الكاميرا دي تلقط حاجة هو مخبيها؟ في سبتمبر 2022 كان في ست لسه خارجة من الشغل ومروحة بيتها على الساعة 2 الصبح، بس وهي في الطريق ابتدت تقلق شوية عشان حست ان البني ادم اللي قدام عمارتها نيته مش كويسة، واول لما دخلت العمارة لاحظت ان الراجل ابتدى يتحرك ناحيتها، وساعتها جريت على الشقة بسرعة عشان حست انها في خطر، واول لما وصلت وقفلت باب بيتها الراجل ابتدى يخبط على الباب جامد ويزعق لها. He came right after her, determined to get inside. Papi, open up the door, bro. I came inside,
And then right away I just screamed, somebody's following me. Like he was literally one second from coming inside. وانا عايز اقول لكم يا جماعة ان قد ايه الست دي محظوظة. ثانية واحدة بس. ثانية واحدة انقذتها من مصير محدش يعرفه. وحتى هي ذات نفسها مش مصدقة. لدرجة ان الست وهي بتحكي ما كانتش عايزة تبين وشها. عشان هي كانت خايفة وقلقانة من فكرة ان الراجل ده يظهر تاني في حياتها. عشان في الاول في الاخر هو عارف عنوانها. وممكن يعرف يوصل لها تاني بسهولة. بس الفرق المرة دي ان الوقت ممكن ما يكونش في صالحها. بنت على تيك توك باسم ريري بلاس ون من فترة كانت نزلت فيديو على حسابها، والفيديو ده كان عبارة عن حاجة مرعبة لقطتها كاميرا المراقبة اللي على باب بيتها. البنت دي بتحكي ان وهي جوه لقت اشعار على تليفونها بيقول لها ان في حد بره، ومرة واحدة سمعت صوت حد بيرزع على باب بيتها، وساعتها فتحت الكاميرا وشافت المنظر ده. اللي عرفناه بعد كده ان الست دي كانت بتدور على حبيبها اللي اسمه ديف، وكانت فاكراه ان هو جوه وبيخونها مع صاحبة الاكاونت ده. ويعني الصراحة يعني الحاجة الوحيدة اللي انا ممكن اقولها ربنا مع ديف، يعني الله يكون في عونك يا ديف الصراحة. يعني انا مش عارف ده افكت الكاميرا ولا ايه، بس يعني لو الست دي جت دورت عليا مرة في حياتي هبقى عارف ان انا عملت يعني شيء لا يمكن غفرانه. في 10 ابريل 2022 كان في بنت اسمها كايلا عايشة في كاليفورنيا، وكانت لسه منفصلة عن صاحبها اللي اسمه توماس عشان حست انه مريب وبيحاول يقرب منها بزيادة. وكمان غير كده في فترة صداقتهم هو كان دايما بيحكي لها قد ايه هو بيحبها، بس حبه كان زيادة قوي لدرجة الهوس. ومع انه كل شوية كان بيقول لها ان هو بيحبها جدا، هي كانت دايما بترد عليه وبتقوله ان هي شايفاهم صحاب بس. بس هو معرفش يتقبل الوضع ده، وده شيء مرعب في حد ذاته وخصوصا لأي بنت. عشان هي لما خدت القرار عشان تقطع معاه هو ما كانش ناوي يقطع معاها، وقال لها ان هو اسف على الطريقه اللي بيتعامل معاها بيها. وهي من الناحيه التانية ردت وقبلت اعتذاره، بس قالت له ان هي محتاجه شويه وقت بعيده عنه، وساعتها قال لها تمام حقك. بس بعد الكلمتين دول قال كلام مرعب، كلام حرفيا بيبين كل الجوانب المظلمه اللي في توماس. عشان قعد يقول لها انت الملكه بتاعتي، وانتي مهما ترميني هرجع لك زاحف. وقال لها انا مش هديكي وقت عشان تبعدي عني. Hey Kayla. God, I think you're goddamn beautiful. God, I think I might love you and I'm sorry and I'm gonna give you some space and I wanna be there for you and be there for you and I can't get you out of my fucking head and I wanna be there for you. God damn it. So fucking God damn it. And all I can do is think of you and want to be with you and I want to be everything for you. No, I lied. I'm not going to give you some space. I'm sorry. I'm coming over. I know you're up and thinking about me. I'm sorry. I'm talking. God, I'm not sorry. God, I'm coming over. Fucking, I'm already driving. I'm been driving the whole time. Damn it. I'll see ya. Bye. I love you. وبعد الفويس نوت اللي انتوا لسه سامعينها فعلا راح لها البيت، وكان باين عليه انه شارب حاجة، وحتى كان ماسك ازازة كحول في ايده. كل ده حصل الساعة 2 الصبح. وطبعا بعد الكلام اللي كايلا سمعته وشافته قالت احسن لها ان هي ما تفتحش الباب. ومع الوقت هو فقد الامل، بس فضل مكمل في الرسائل اللي انتوا شايفينها دي. I'm crazy for you, goddammit! I'll do it! I'll do it! I'll do it for you, I am crazy! طبعا بعد اليوم المرعب اللي كايلا عاشته بلغت البوليس، وساعتها عملوا له بلاغ بعدم التعرض. وبعد كده واحده واحده هو اختفى. ومع انك ممكن تفتكر ان الكابوس خلص على هنا، في الواقع لا، عشان هي بعد كده اكتشفت حاجه بالنسبه لي هي ارعب جزء في القصه دي. والحاجه دي ان توماس ما كانش اسمه الحقيقي، عشان اسمه الحقيقي كان ماثيو. بمعنى ان الشخصيه اللي عرفتها طول الفتره دي، الشخصيه اللي كانت بتمشي وراها وكانت عايزاها، كانت مش حقيقية. ومع ان كايلا طبعا عملت له بلوك من على كل حاجة على وجه الارض، بس هي لسه قلقانة من فكرة انه لسه موجود وعارف هي عايشة فين، وان في اي وقت ممكن يرجع لها تاني.
تخيل كده وانت نايم في سابع نومة جالك على التليفون إشعار. الإشعار ده بيقولك ان في حركة قدام الباب، وساعتها لما فتحت الابليكيشن بتاع كاميرا المراقبة لقيت المنظر ده. ست كبيرة واقفة قدام الباب وماسكة سكينة وبتبص حواليها ومترددة في الخطوة اللي هتعملها، وفضلت دقايق بالمنظر ده لغاية لما مرة واحدة قربت من الباب. هل ترن الجرس ولا لأ؟ بس بعدها رجعت تاني. ولغاية دلوقتي مش معروف مين الست دي وكانت عايزة ايه، او كانت هتعمل ايه بالسكينة اللي في ايديها او في الناس اللي كانت بتخبط عليهم. واظن من وقفتها وحركاتها بالطريقة دي هي ممكن تكون مش في وعيها، بس كده كده الباين من الفيديو ده انها كانت عايزة تأذي. كان في راجل على موقع ريديت اسمه نيفي بينز. الراجل ده نزل فيديو في يوليو 2020 باسم زائر غير متوقع، وبيحكي ان جاله اشعار على التليفون بيقوله ان في حركة غريبة قدام باب بيته، ولما بص على الفيديو لقى راجل عريان وشكله غريب. ومش عارف بيعمل ايه، هو قاعد عمال يلف حوالين البيت من كل النواحي. وفجأة مسك خرطوم المية وقعد برضو يلف بيه حوالين البيت. والمرعب ان الموضوع ده فضل فترة. الراجل الغريب ده كان عمال يبص يمين وشمال ويستخبى ويجري من حاجة مش مفهومة، لغاية لما راح من الناحية اللي جي منها وساعتها مشي. بس المشكلة اللي واجهت صاحب الفيديو ده انه ما كانش عارف يعمل ايه ساعتها، يعني هو كان قاعد بيتفرج على الفيديو وبيفكر يعني هل اروح اتكلم مع الراجل، اطلب له البوليس، ولا انزل اغطيه، ولا ايه بالظبط. وخصوصا ان الراجل ما عملش حاجة خالص، يعني هو كل عمله مسك خرطوم المية، فاللي هو يعني انت هتتصرف ازاي في حاجة زي كده. بس هو من الواضح كده ان هو شارب مخدرات او مش في وعيه، وحتى لو طلب البوليس كانوا هيقعدوا كتير قوي عقبال ما يوصلوا، عشان هو كان عايش على جبل وعلى بعد اميال من المدينة. بس بعد ما الراجل مشي ما ظهرش تاني من ساعتها. بس قولولي يعني كنتوا هتعملوا ايه لو كنتوا مكان الراجل ده؟ انا عايز اقول لكم ان انا مش عارف ازاي القصة دي حقيقية وازاي نزلت في مواقع الاخبار الرسمية، عشان انا لما شفت الفيديو ده الصراحة ضحكت جدا. بس يعني خلونا نرجع تاني. على موقع ريديت في واحدة ست باسم شلبي 806 نزلت بوست بتحكي فيه ان هي نقلت لمكان جديد، وساعتها اتعرفت على جيرانها وفعلا بقوا صحاب جدا في الاول. بس كل ما الوقت كان بيعدي كل ما الناس كانت بتظهر على حقيقتها، وخصوصا مرات جارهم اللي كانت غيرانة منها جدا. ولو سألتني ليه هقولك عشان جوزها كان بيبص على شلبي كتير، وبالذات وهي قاعدة في الجنينة ولابسة لبس عريان شوية، وعشان كده مراته راحت لها وقالت لها ان هي تغير لبسها وتلبس لبس محتشم اكتر عشان ولادها وجوزها. بس شيلبي رفضت، ولكن مع الوقت كان كل شويه قلقها بيكتر لما عرفت ان جارهم ركب كاميرات بتبص على الجنينه، ومش كاميرا واحده، ده كمان كان في كاميرا تانيه بتبص على بيتها. وبعد كده في يوم جرس بيتها ابتدى يرن كتير، ولما بصت ما لقتش حد في الاول، بس بعد كده لقت حرف منحوت على الباب بتاعها، والحرف ده كان حرف اكس. وفي اللحظه دي خدت القرار ان هي تركب كاميرا مراقبه على الباب
عشان الوضع كان يعني بدون نقاش مقلق جدا. وساعتها الكاميرا لقطت حاجة مرعبة جدا. صورت راجل بيرقص في الفيديو لابس قناع مايك مايرز، القناع ده لو انتم مش عارفين هو من فيلم هالوين، واللي بيعمله مايك مايرز ان هو بيقتل الناس. فطبعا الست ربطت الحاجات دي ببعض وقلقت جدا، خصوصا ان الموضوع كان عمال يتكرر كل شوية، ومرات كان بيرن عليها بالليل وهي نايمة، وده كان مخوفها قوي من فكرة ان هو ممكن يدخل ويقتلها. وعشان كده لما حست ان الموضوع زاد عن حد وبلغت البوليس. بس اللي عملوا البوليس ان هم خلوا جيرانها يشيلوا الكاميرات اللي بص على بيتها، ما عملوش اي حاجة تانية، وما كانوش عارفين مين اللي كان لابس القناع في الفيديوهات دي، مع ان من الواضح ان جيرانها هم اللي بيعملوا كده. بس يا جماعة في الاول وفي الاخر الراجل يعني كان بيرقص، يعني هو لو كان هيموتني يعني هو هيموتني من الضحك الصراحة، ولا انتوا ايه رأيكم؟ في 8 اغسطس 2013 راجل باسم ديريك مدينة راح البوليس واعترف بجريمة هو اللي عملها، ولولا ان وجود كاميرات المراقبة اللي كانت محطوطة في بيته موجودة محدش كان هيصدق الجريمة دي. الكاميرا بتبين ديريك ومراته اللي كان اسمها جينيفر الفرينزو، وكانوا قاعدين في البيت زي ما انتوا شايفين. ساعتها جينيفر كانت بتغسل المواعين في المطبخ، وبعدها ديريك دخل عليها وقعد يتكلم معاها شوية، بس بعدها خرج وبعد كده رجع تاني، وفجأة تراب كتير جه على الكاميرا. يعني هو دلوقتي مش مفهوم ايه اللي حصل، بس قدام هتفهموا ايه اللي حصل في اللحظة دي. وبعد فترة ديريك خرج من المطبخ وجاب تليفونه، وصور صورة ونزلها على الفيسبوك بعنوان R.I.P. جينيفر، وكان في البوست ده صورة لمراته اللي موتها بعد ما ضربها بالنار. وبعد ما ارتكب الجريمة البشعة دي نزل بوست تاني بيقول فيه انا هدخل السجن هتعدم، هتوحشوني قوي عشان هتشوفوني في الاخبار قريب، بس انتوا لازم تعرفوا انها كانت بتضربني وانا معرفتش استحمل الاساءة دي اكتر من كده. وغير كده في التحقيقات هو قال ان هو عمل كده عشان هي هددته بالسكينة في الفيديو، مع ان الفيديو مش ظاهر فيه اي حاجة من الكلام اللي هو بيقوله، وعشان كده المحكمة حكمت عليه بالقتل من الدرجة التانية، وكان العقوبة بتاعته السجن المؤبد. الفكرة يا جماعة ان فيديو زي ده محدش يتوقع ان تكون وراه جريمة بالمنظر ده. وفي الاخر القصة دي بتأكد فكرة ان احنا ما ينفعش ابدا نحكم بالمظاهر.